صباح الخير يا زملاء متابعين التحليل الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. عيد مالكم كريم. عيد اليوم 10 أكتوبر 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. تابعتها هادئة طبعا الفترة الصباحية اليوم، ودراج أكيد في المقام الأول لبداية الأسبوع الطبيعية دون وجود بيانات هامة، ولكن يوم الجمعة الماضية إغلاق على ارتفاعات للدولار الأمريكي مقابل كل الأدوات المالية طبعا من ضمنهم الجنيه البريطاني اللي انخفض أمامه، ودراج أكيد في المقام الأول بيانات الوظائف الأمريكية اللي جاءت أفضل من المتوقع. خلونا نفتكر مع بعض أهم البيانات اللي ظهرت يوم الجمعة الماضية. كان تقرير التوظيف بالقطاع الخاص كان متوقع ل 250 ألف، وجاب نتيجة أفضل من المتوقع 263 ألف. أيضا معدل البطالة الأمريكي اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 3.5%، وكان متوقع عليه 3.7%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا طبعا على الشارت، الأداء السلبي والانخفاضات للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. ده سلبي على جيم إيه، تقاطع متوسطات سعر الأسفل، ثبات سعر أسفلهم وثباتوا أسفل النقطة المحورية عند 11.10، وأداء السلبي طبعا على السار على ستوكستيك على الفلات تريند، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 10.25 عشان يروح ل 910 وراها 790، مرة تانية كسر ال 10.25 وراها 915 وراها 780. السيناريو الآخر معاك استحب كسر ال 11.90 وراها ال 12.80 وآخر نقطة عند ال 13.70. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.